أخبار اليوم. خيمة قتلوا بسبب إنه بيحش عن واحدة. الواحدة دي ما يعرفهاش ابني. ابني طالب في كلية تجارة. خيمة هو توفى من يوم 14/10. الناس كتير اتكلمت بس ما حدش جاي بحقي. أنا تعبانة من ساعتها والله. بالله عليك. بالله عليك. أو بالله عليك. أربعة أربعة سبعة ثلاثة زيرو واحد تسعة واحد. بس الموبايل معلش مش حافظه. انا اسمي ام احمد. انا ام بيومي. منين هي؟ مدينه ولا محافظه؟ ام بيومي. شوف الخيمه. اسمي احمد. ماشي فين؟ طيب انا هكلمكم الساعه. ابص ايدي. هكلمك والله ابص ايدي. برضه عليك.